الصحية، ومن جانب مهم إنقاذ حياة الكثير من الناس ليست مسألة سهلة، لذلك نحن نراها مسألة حياة أو حياة. بهذه العبارة الإنسانية تعكس هيئة الهلال الأحمر السعودي مسؤوليتها العظيمة تجاه الإنسان، حيث نشرت مادة مرئية لجهود الإنقاذ في الميدان. تحية كبيرة لكل هؤلاء الأبطال، خلونا نتابع. هل تبلغ عن حالة إسعافية؟ كم عدد الإصابات في الموقع؟ باتجاه الفرقة الإسعافية. نحتاج ننقل المستشفى المتخصص. Thank you. Lifeguard 55, we just received an AFD request transferring one patient to King Fahd Medical City. Thank you.